السلام عليكم وتحية أمن وأمان وحب لكم عوائلنا الكريمة، عوائل ذوي الشهداء. يستمر برنامج أعرف حقوقك بعرض فقرات ومواد قانون رقم 2 وقانون رقم 57، ونخرج من قانون 57 وندخل إلى طيات وصفحات قانون رقم 2 لعرض الفقرات والمواد التي تضمن حقوق وامتيازات ذوي الشهداء. ونبدأ نكرر قانون رقم 2 الفصل السابع المادة 12. أولا، في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لذوي الشهيد إلى إخوانه وأخواته. ثانيا، إذا كان الشهيد متزوج بأكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب أحكام هذا القانون. ثالثا، يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي: ألف، لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من أولاد وبنات الشهيد. قبل ما أنتقل للفقرة الثانية، هواي تجينا استفسارات عن زوجة الشهيد المتزوجة. تقدرون هذا مادة للقانون، تقدرون أيضا تراسلون يعني صفحاتنا اللي راح ننوه عليه في نهاية الحلقة، لكن هذا الموضوع مهم، هواي تجينا تساؤلات عنه، راح تلقون الإجابات عندما تراسلون شعبة خدمتكم واجبنا على الأرقام اللي راح ننوه عليه في نهاية الحلقة. أكمل. باء، لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها أولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق أحكام هذا القانون، والنصف الآخر لإخوة وأخوات الشهيد يوزع بينهم بالتساوي. إلى هنا تنتهي فقرات مواد قانون رقم 2 أو لهذه الحلقة بالذات. إحنا تجينا استفسارات أنه الحلقة قلت، لأن إحنا نريد نوصلها لأكثر عدد من المشاهدين، فما نريد يصير ضغط بالمواد. إحنا مستمرين بعرض الفقرات والمواد. الحلقة القادمة أيضا راح تكون تكملة لفقرات قانون رقم 2 باقي المواد. هذه المادة، كل هذه الفقرات تكون للمادة رقم 12. مثل كل حلقة، اللي عنده أي استفسار يقدر يراسل الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء أو الصفحة الرسمية في مؤسسة الشهداء في الفيسبوك أو شعبة خدمتكم واجبونا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. وكل الحب والتمنيات لكم بالسلامة، وإلى حلقة قادمة في أمان الله.